او لا نمت نسيت نور السيارة مفتوح. زين جو العمال قالوا حق امي. زين قمت وشو طفيتها رجعت نمت. جيت ثاني يوم امس بطلع اضغط ابي اسوي ان ما تسوي ان ابي اسوي ان عشان تشتغل. تعرفين لما تضغطون على هذا بعدين تضغطون على البريك عشان تسوي ان وتشتغل ما تسوي ان. بيتنا جنب ابن شيري رحت كلمتهم قلت لهم سيارتي ما تشتغل زين لان العيال غششوني لازم اشتراك. قلت لهم ابغى اشتراك هذا ما ادري شنو اشتراك بس مشيت معاهم يعني اسلك جالس وراح زين شغلك يا رب. قام قال لي اذا طفيتيها ترى ما تشتغل مره ثانيه لازم تجي عندنا نركبش بطاريه. قلت له طيب سويت اخذت السياره ورحنا عندهم الحين سؤال البطاريه صدق ب 400 ولا انا هطفى وقتها وانا ادفع ما فكرت اسال صراحه. ايه انا سيارتي جيب فاتوقع انه ايه اتوقع شاسات كبيره يمكن يعني انه عمره 100. كبيره سيارتي جيب شب بس وسووا لها هذا البطاريه ما ادري ايش اعطيتهم 400 بس الحين في علامه كذا اللي الف وعليها دويره ما ادري وش ذي هذه انا متوهقه في ما اعرف وش معناها. اوكي حق الكفر يعني وشو يعني ايش فيها؟ نسن بعد شوي بروح لهم اجل. هي صرت حقت بشر بنشرات وصناعية. الله ياخذ بيري من ذا المنبر. اتوقع ممكن معي بالي. إيه بروح له برجع له اليوم. تعبين ببلاش يسمونه ببلاش؟ أمانة أفضل إذا إنك مسوي كريمة. ما ادري ترى توني ادري ما ادري توني ادري منكم الحين. امسح حقير. انت كيف اعطوك سيارة؟ رحت الوكالة وبخشم ريال يعطوني اياها طرق مو طيب. وهي بجمالها منك ولا من غيرك؟ اقعدوا اقعدوا اقعدوا. وعلى بحرمتك على بحرمتك على بحرمتك. يمكن امي او ماي جاد واحد سبعين شلون؟ شلون ليفل 71؟ كيف؟ يا شفتوها؟ مثل واحد داعم أتوقع اللي حاسين فاصوليا